تنطلق في واشنطن اليوم وإلى غاية السادس من هذا الشهر قمة الولايات المتحدة إفريقيا، ويمثل الملك محمد السادس في القمة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران الذي حل أمس بالعاصمة الأمريكية. وقد أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار أن هذه القمة تشكل مناسبة لإبراز مؤهلات المغرب كقاعدة مركزية في خدمة القارة الإفريقية، وإن المغرب بفضل الخبرة والتجربة التي راكمها في إفريقيا أصبح شريكا ذا مصداقية سواء لدى الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة في إطار الشراكات مع إفريقيا. وأضاف مزوار أنه بعد زيارة الملك محمد السادس لواشنطن في نوفمبر الماضي تم تسليط الضوء على ثلاثة محاور للتعاون تهم الأمن الغذائي والسياسات التنموية بإفريقيا والطاقة والتجارة. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من الرباط الأستاذ خالد شجراوي الخبير في الشؤون الإفريقية. أستاذ خالد أهلا بك معنا. إذن ما هي أهمية هذه القمة وهي الأولى من نوعها بالنسبة للعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا وتأثيراتها أيضا؟ وفي الحقيقة يأتي هذا اللقاء في وقت مهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فنحن على بعد سنتين من انتهاء الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تستشعر نوعا ما فقدانها لقسط من السوق الاقتصادية الإفريقية لصالح دول ناشئة مثل البرازيل والهند، وبالخصوص دولة مثل الصين التي عقدت عدة مؤتمرات حول تربط العلاقة ما بين إفريقيا وآسيا وبالضرورة ما بين الصين وإفريقيا. وفي هذا الإطار أظن بأن الولايات المتحدة تحدو حدوى الصين وكوريا واليابان والعديد من الدول الأخرى لاسترجاع قيمتها من السوق الاقتصادية الإفريقية، وأيضا لإصلاح نوعا ما السياسة الخارجية الأمريكية التي لم تهتم كثيرا بالقارة الإفريقية بل صبت اهتمامها على المجال الأوروبي خاصة أوروبا الشرقية ومجال الشرق الأوسط، كما أن المجال مهم للغاية خاصة وأن هذا اللقاء ليس لقاء سياسيا بحكم أن الرئيس أوباما لن تكون له لقاءات مع ممثلي أو رؤساء الدول الإفريقية، بل أن اللقاء سوف يكون منصبا على التعاون الاقتصادي، لأن حضور المقاولات الأمريكية وممثلي الحكومات والرئاسات الإفريقية سوف يكون منصبا على أشكال التعاون الاقتصادي في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعرفها العالم، والاهتمام الذي بدأ ينصب على القارة الإفريقية بحكم أنها السوق الأساسي التي تشكل نسبة من النمو مهمة لا تقل عن 5% إلى رقمين في بعض الدول، وهي سوق جد منفتحة لمستويات الاستثمار والتبادل التجاري الدولي. نعم أستاذ خالد، نعلم الآن بأن المغرب صار يشكل إحدى الأرقام الصعبة في القارة الإفريقية خصوصا في مجال الاستثمار والتجارة، كيف سيؤثر ذلك على مشاركته وهي مشاركة مهمة في هذه القمة؟ أولا على المستوى الاستراتيجي مشاركة المغرب مهمة للغاية، خاصة وأن هذا اللقاء يربط ما بين القارة الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية وليس ما بين منتظمي الاتحاد الإفريقي، وفي هذا اعتراف كبير بدور المغرب في هذه المنظومة، خاصة وأن المغرب لا يمثل ولا يتمثل ولا يوجد في نظيمة الاتحاد الإفريقي. ودعوة المغرب لهذا اللقاء في إطار القارة الإفريقية مهم للغاية على أساس أنه له دور أساس في هذه القارة. ثانيا المغرب هو الدولة الوحيدة في هذا الإطار التي لها معاهدة للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي بإمكانه أن يشكل وسيطا مهما على مستوى العلاقات الثلاثية الولايات المتحدة الأمريكية المغرب القارة الإفريقية. ما يخصنا وهو أن المقاولة المغربية والحكومة المغربية عليها أن تبحث بشكل أكثر جدية في إمكانيات استغلال قوي لمعاهدة التبادل الحر للولايات مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تستغل لحد الآن بشكل كبير، على أساس استعمالها أيضا في الانفتاح على باقي السوق الإفريقية واستغلال العلاقات الجيدة للمقاولة المغربية مع العديد من الأسواق الإفريقية خاصة في المجالات الفرنكوفونية الغربية والوسطى، للانفتاح أيضا على المجالات الجنوبية والمجالات الشرقية، أي خاصة المجالات الأنجلو ساكسونية في القارة الإفريقية، على أساس أن يمثل المغرب وسيطا تجاريا مهما في إطار رابح ما بين القارة المقاولة المغربية والسوق الولايات المتحدة الأمريكية. نعم الأستاذ خالد الشجراوي الخبير في الشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.